المورال، قولي مورال طلعت بيه من طفولتك. مورال طلعت بيه من طفولتي، مش في طريقك عادل احترع ودوك فيك. حلو. قولي مورال طلعت بيه من شغلك، من كل المشوار الطويل اللي بدأته من وانت طفل لحد ما قعدت قدامي دلوقتي. يعني من زرع حصد والإخلاص والصبر هم مفتاح النجاح، هم مفتاح الحياة أصلا. مع إن اللي حصدته ما كانش زرعك، هو كان كرم من ربنا بس. ونعمة بالله، بس ربنا استخدمني في إن أنا أساهم في الزرع يعني. اليقين. لأن لازم، أصل لازم أعاني في أثناء الزرع علشان أحس بالحصاد. فلازم ربنا سبحانه وتعالى يستخدمني وأثناء الزرع عشان أحس بالقيمة. وصلت لإنه اللي جاي أحلى، ولا أحياناً بتبكي على اللبن المسكوب؟ لا، ما بكيش على حاجة خالص. يعني اللي جاي أحلى. أكيد. يعني أي لبن السكب ما كانش من نصيبي، يعني ما كانش من نصيبي وما كانش مفيد ليا كمان. يعني أي حاجة راحت أكيد. وبعدين شفت ده عملي، يعني جالي أوقات كان إيماني بيضعف شوية، مثلاً حاجة أكون يعني في مثلاً حاجة كنت بقى مترشح ليها أعمال مهمة أو كده وتروح مني، أغنية تبقى حلوة جداً وأنا شايفها حلوة جداً وتروح مني، فلا الأغنية تنجح ولا العمل اللي أنا كنت مترشح ليه ده وزعلت عليه ينجح ولا أي حاجة. فبعرف إن ربنا بيختار لي الأحسن، فبسكت بقى يعني، خليني مؤدب شوية. إيه الأمنية اللي ما تحققتش وفات أوانها؟ أمنية ما تحققتش وفات أوانها؟ لا، هو مفيش أمنيات بيفوت أوانها. يعني طالما في أمنيات بيفوت أوانها؟ لا مفيش، أنا بشوف إن مفيش كده. يعني طالما ما تحققتش بقى أوانها ما جاش. إحنا محدودين جدا، إحنا مساكين. احنا محدودين ومساكين وكل حاجه. احنا محدودين بالعمر ومحدودين بالصحه ومحدودين بالزمن، بس لازم ومحدودين بالظروف. لازم يكون عندنا يقين، والله العظيم بجد لازم يكون عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى ان كل حاجه هتحصل. اكيد. بس في حد بيبقى عايز يلعب لعبه معينه ما ينفعش يلعبها بعد سن معين، في حد بيبقى عايز يتعلم حاجه معينه ما بقاش ينفع يتعلمها بعد سن. ممكن جدا، بس انا ما حصلليش ده. في حد بيكون نفسه في اطفال ما يقدرش يبقى عنده اطفال او ينجب في سن معين. طبعا ممكن جدا. فلا، احنا محدودين جدا. كل الحاجات دي ما حصلتليش، ما حسيتش بيها. انا ما حسيتش ان في حاجه كان المفروض تحصل في سن معين او مرحله معينه، ما حصلتش. يعني حسيت ان كل حاجه جت في الوقت اللي انا مستوي فيه واقدر استوعبها. يعني زي مثلا موضوع التمثيل ده، انا بحس ان لو كنت مثلت صغير عن كده او وانا لسه يعني في اول العشرينات ما كنتش هبقى كويس، وكنت همر مرور الكرام، ما كنتش هتبقى ناضج كده. بالظبط. فلما مثلت في المرحله اللي انا حاسس فيها جوايا وان انا جوايا حاجه اقدر اقدمها، فده معادها. كذلك كل الخطوات لما يجي معادها هتحصل. لكن حاجه فاتتني اقول ولا امنيه في الحياه، حاجه كان نفسك فيها ما حصلتش وعدى الزمن بقى وراحت؟ صدقي بالله انا حصل لي احسن من اللي انا كان نفسي فيه بكتير. الله. بكتير. الله. يعني الحمد لله، ده انا في نعمه عظيمه من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. لله.